مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذه اللحظات. الوصول ديال السي عبد الاله من كيران للمؤتمر الوطني السابع، ناخذ كلمه مفتوحه من على اللسان ديالو. السلام عليكم. إفادة الإعادة إفادة. السلام عليكم سي بن كيران، بغينا كلمة مفتوحة بخصوص المؤتمر الوطني السابع. غدا إن شاء الله. غير شي بركة وصافي. شنقول؟ اللي بغيتي. لا هذا المؤتمر العادي ديال الإخوان، هذا واحد تعطلوا واقيلا شي شوية، ياك السي جامع. تعطلوا بزاف. تعطلوا كان خاصو يكون هذا في 2021. المهم نشوف دابا حنا غنديروا مؤتمر ان شاء الله باش نجدوا القيادات ديالنا ديال الشباب باش يعاودوا يقوموا يتقعدوا يقوموا الواجب ديالهم. يلا السلام عليكم. شكرا سي بن كيران. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام الان الدخول ديال السي عبد الاله بن كيران الى افتتاح المؤتمر الوطني السابع. خليكم معنا مشاهدينا الكرام. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، حنا حالا غندخلوا للقاعة ديال المؤتمر الوطني السابع بحضور كبير. هادو شارفين انت بس. لا لا باقي صغار، باقي صغار الشيخ. 88 88 قلنا لهم كملنا بالهجري بعيد، قالوا لنا جبدناك، قالوا لنا الامين العام راه كياخذ بالهجري. كيحسب بالهجري. هذاك هو الصح. احنا مع المرجعيه. لاباس اخبار؟ لاباس الحمد لله. مرحبا مرحبا. هذه المدربه ديال الله عليك. الله يعاونكم. الله يعاونكم. الله يعاونكم. عندك غطي حطي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام. الان مشاهدينا الكرام غندخلوا لقاعة ديال التواصل بحضور عبد الاله بن كيران.